السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنرجع تاني نبدأ مع بعض نشرح الدروس اللي ناقصانا ونكمل منهجنا في النصوص وفي النحو ان شاء الله. النهاردة انا سألت كتير على المضاف اليه، عايزين درس عن المضاف اليه ونعرف ازاي المضاف اليه ونفرق ما بينه وما بين النعت ازاي. فالنهاردة ان شاء الله هناخد المضاف اليه، والمضاف اليه يخص طبعا من اول سنة رابعة ابتدائي لحد سنة تالتة اعدادي، كلنا نشوف فيديو المضاف اليه. ايه هو المضاف اليه؟ هنكتب الاول العنوان المضاف اليه. ازاي اعرف ان اعراب الكلمة دي هيكون مضاف اليه؟ بصوا كده، اول حاجة المضاف اليه هي كلمة معرفة، هي كلمة معرفة سواء بتكون معرفة بالالف واللام او تكون معرفة باتصال الضمير، يعني ممكن تكون كلمة من غير الف ولام ولكن متصلة بضمير. الكلمة دي تأتي لتعرفني كلمة نكرة تسبقها، يبقى لازم يكون يسبقها كلمة نكرة انا مش عارفاها، الكلمة دي نكرة مش فاهمة هي يقصد بها ايه، فتيجي الكلمة المعرفة اللي هي المضاف اليه دي عشان تعرفني الحاجة دي ايه. برضو ما احناش فاهمين حاجة، زي ما اقول مثلا شباب، شباب العلم، شباب، انا شباب دي كلمة نكرة مش فيها الف ولام ولا فيها ضمير، انا مش عارفة شباب ايه، شباب العلم ولا شباب مصر ولا شباب الوادي ولا شباب الجامعة ولا شباب ايه، فهتقوم جايلي كلمة بعدها معرفة يا اما بالالف واللام يا اما معرفة بالضمير، وهشوف الالف واللام وهشوف الضمير، هقوم قايلة شباب العلم. العلم ده هي المعرفة بالالف واللام، مش بتوصف الشباب ولكن بتعرفني هم شباب ايه، اذا الكلمة ده هي بتكون مضاف اليه. عرفت منين؟ لانها كلمة معرفة بالالف واللام قبلها كلمة نكرة، والكلمة التانية دي بتعرفني الكلمة الاولى، بتعرفها لي مش بتوصفها لي، تمام؟ وخلوا بالكم ان الفرق بينها وبين النعت ان النعت لازم يكونوا الكلمتين نكرة او الكلمتين معرفة، ولكن المضاف اليه لازم الكلمة الاولى تكون نكرة والكلمة الثانية تكون معرفة، معرفة يا إما بالألف واللام يا إما بالضمير. طب اديني كده معرفة بالضمير ازاي؟ زي ما أقول مثلا شباب، هخليها برضو نفس الكلمة شباب، أنا بسألك شباب ايه؟ أقوم قايلة شباب بلدكم أو وطنكم. كلمة بلدكم دي يا أولاد معرفة بالضمير، اتصال الضمير، هي المفروض بلد، هي أصل الكلمة بلد ولكن أضفنا لها الضمير دي فأصبحت الكلمة معرفة، أصبحت الكلمة معرفة بلدكم أنتم، يبقى البلد دي مش بلد أي، مش أي بلد، ده دي بلدكم، تمام؟ يبقى الضمير ده عرف لي الكلمة، فإذا الكلمة ده هي معرفة والكلمة اللي قبلها دي نكرة، يبقى الكلمة التانية دي بتعرف مضاف إليه، يبقى الكلمة دي تعرب مضاف ايه اليه. يبقى مش شرط ابدا ان الكلمة تكون معرفة بالالف واللام، لان في ناس كتير ما بتلاقيش الالف واللام تقول خلاص يبقى ده مش ايه، يبقى ده مش مضاف اليه، وتفضل تبدأ تدور يا ترى اعرابها هيكون ايه. لا، المعرفة ممكن يكون بالالف واللام، ممكن تكون بالايه، بالضمير. طيب هل لازم المضاف اليه يجي معرفة؟ هو 90% المضاف اليه بيجي معرفة، او ممكن كمان 95% بيجي المضاف اليه معرفة، نادر جدا جدا وقليل جدا جدا لما بيجي نكره، قليل جدا لما بيجي نكره. طب انا هعرفه منين لما يكون نكره؟ هي بتبقى الكلمه واضحه جدا جدا، بيبقى كلمه نكره بعدها كلمه نكره، ولكن النكره اللي بعدها بيكون بعدها كلمه بتكون معرفها لي او بتوصفها لي، بتكون شبيه بالمعرفه، يعني كلمه قريبه للمعرفه، ولكن انتوا مش هيجي لكم خالص اعراب الكلمه النكره دي، يعني انتوا هتفهموها لما تكبروا، انتوا لوحدكم هتفهموها، ولكن السن الصغير اللي هو من اول رابعه ابتدائي لحد مثلا اولى اعدادي تانية اعدادي مش هيجي لهم خالص المضاف اليه النكره، وممكن كمان لحد تالتة اعدادي، لما تكبروا شويه انتوا هتفهموا لوحدكم انه ممكن يجي نكره ولكن قليل جدا جدا. فانا لما باجي اعرف الاولاد بقول لهم هو دائما ياتي ايه؟ معرفه، دائما ياتي معرفه، قليل لما بيجي نكره، تمام؟ عشان ما حدش يقول لي هو احيانا بيجي نكره، احيانا بيجي نكره ولكن مش طول الوقت، تمام؟ طبعا يبقى انا الكلمه المعرفه اللي المضاف اليه بتكون كلمه نكره، وغالبا بتكون جر ومجرور وبعده على طول كلمه معرفه في اغلب الاحيان، يعني حوالي 80% المضاف اليه بيجي بعد الجر والمجرور.
بس مش كل كلمة بتيجي بعد الجر والمجرور بيكون مضاف إليه، مش كل كلمة، لا هو غالبا بيجي بعد الجر والمجرور، ولكن مش معنى كده إن أي كلمة تيجي بعد الجر والمجرور بتكون مضاف إليه. لو لقيت بعد الجر والمجرور كلمة نكرة بعدها كلمة معرفة، إذا الكلمة المعرفة دي بتكون مضاف إليه إذا كان ملهاش أي إعراب إيه تاني. تمام تمام يبقى المضاف إليه الفرق بينه وبين النعت إيه؟ النعت بصوا كده، لما أجي أنا أنعت مثلا أقوم قايلة إيه؟ مثلا كلمة شباب أهي نكرة جاية نكرة، لما اجي انعتها اقوم قايلة شبابا شبابا قويا او شباب قوي. تمام، انا الكلمة دي نكرة هم مش بالالف واللام، والكلمة دي نكرة اذا الكلمة دي نعت، والكلمة دي بتوصف الكلمة الاولى اذا ده نعت. وخلوا بالكم الاتنين دي نكرة وده نكرة، لازم الاتنين يكونوا زي بعض، نكرات زي بعض او معارف زي بعض. الشباب القوي، شايفين دي معرفة ودي معرفة، والكلمة التانية بتصف الكلمة الأولى إذا ده نعت، وده معرفة وده معرفة، يبقى لازم الاتنين لأن النعت يتبع المنعوت سواء في النكرة سواء كان نكرة أو كان إيه معرفة. يبقى أنا الفرق بين المضاف إليه وبين النعت إن النعت لازم الاتنين الكلمتين النعت والمنعوت يكونوا نكرة زي بعض أو يكونوا معرفة زي بعض، ولكن المضاف إليه الكلمة الأولى بتكون نكرة والمضاف إليه نفسه بيكون كلمة معرفة بالألف واللام. طيب المضاف إليه إعرابه إيه؟ المضاف إليه وأنا مغمضة عيني كده مغمضة عيني مجرور، لازم أكتب مضاف إليه والزق فيها كلمة مجرور. كلمة مجرور دي ما بتسيبش كلمة مضاف إليه أبدا أبدا، المضاف إليه دائما مجرور دائما مجرور. طب مجرور علامة جره إيه؟ علامات جره بقى بتختلف حسب الكلمة إيه نوعها إيه. لو المضاف إليه ده المجرور ده مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم بيجرب الكسرة، يبقى أنا ممكن يجرب الكسرة. أو المضاف إليه ده لو جمع مذكر سالم مثنى او جمع مذكر سالم هيجرب الياء، او اسم من الاسماء الخمسة هيجرب الايه بالياء. يبقى علامات جر الاسم المضاف اليه يا اما بيتجرب الكسرة لو هو مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم هيجرب الكسرة، ولو هو جمع مثنى او جمع مذكر سالم او اسم من الاسماء الخمسة هيجرب الايه بالياء. طيب فيه بقى بعض الكلمات انا قلت لكم هو المضاف اليه بس هي الكلمه المعرفه اللي بتيجي بعد نكره، لا وممكن كمان في كلمات كده معينه ساعه ما اشوفها اعرف ان اللي بعدها على طول مضاف اليه، ساعه ما اشوف الكلمه دي اعرف ان اللي بعدها مضاف اليه. ايه هي الكلمات دي؟ انا اقول لكم بعضها او اللي انا متذكره منها. عندي اي ظرف مكان اي كلمه تيجي بعد ظرف المكان بتكون مضاف اليه، اي كلمه تيجي بعد ظرف المكان بتكون مضاف اليه، زائد احد كل جميع بعض. يبقى اي ظرف مكان كلمه احد كلمه كل كلمه جميع كلمه بعض كلمة نفس كلمة مع كلمات ايه كمان، دي الكلمات اللي انا متذكرها حاليا، ممكن يكون في كلمات تانية ولكن انا مش متذكرها حاليا. فاي ظرف مكان اي ظرف مكان الكلمه اللي بتاتي بعده بتكون مضاف اليه، كلمه احد احد الناس احد الرجال احد الطلاب احد المعلمين بتكون مضاف اليه، كل الناس كل الطلاب كل الاوراق كل المعلمون كل المعلمين كل الاشياء، كلمة كل بيجي بعدها جر مضاف إليه، جميع الناس جميع الأشياء جميع المعلمين لازم تكون جاية بعدها مضاف إليه، بعض نفس مع دي كلمات الكلمة اللي بتيجي بعدهم وأنا مغمضة عيني بتكون إعرابها مضاف إليه. هل دي الكلمات فقط؟ أنا مش متذكرة
إيه غير دول لو جيت منتج وافتكرت حاجة هضيفها لكم إن شاء الله. تمام، هم دول اللي أنا فاكراهم حاليا. يبقى في كلمات لابد الكلمة اللي بتيجي بعدها على طول وأنا مغمضة عيني بيكون إعرابها مضاف إليه، والكلمة المعرفة إذا جاء قبلها نكرة وتكون الكلمة المعرفة دي بتكون بتبين لي أو بتعرف لي الكلمة الأولى. لما أسأل نفسي شباب إيه فشباب العلم، أسأل نفسي طلاب إيه طلاب العلم، أسأل نفسي إيه شيوخ ايه اقول شيوخ القرية، كلمة القرية بعد كلمة شيوخ بتكون مضاف اليه. تمام، يبقى هو ده اللي احنا بنحدد به المضاف اليه. المضاف اليه هو فرقنا ما بينه وما بين النعت، قلنا النعت نكرة او نكرة ونكرة ومعرفة ومعرفة، ولكن الحاجات العكس بتاع المضاف اليه الحال. الحال الكلمة الاولى لابد ان تكون معرفة والحال نفسه بيكون نكرة عكس المضاف اليه. حطها في دماغكم كده، حلقة في ودنكم، الحال عكس المضاف اليه. يعني انا قلت دلوقتي المضاف اليه نكرة زائد معرفة، المعرفة التانية ده هي بتكون مضاف اليه، المعرفة التانية بتكون مضاف اليه. طب الحال؟ لا بقى، الحال بيكون معرفة ثم نكرة. صاحب الحال بيكون معرفة، معرفة زائد نكرة. الحال ده بقى النكرة دي بتكون حال، ولكن نكرة نكرة زائد معرفة، المعرفة ده هي بتكون مضاف اليه. طيب نكرة ونكرة نعت، معرفة ومعرفة برضو نعت، الاتنين اللي شبه بعض بيكونوا نعت، ولكن النكرة الاول وبعدين المعرفة. المعرفة دي بتعرفني الكلمة النكرة، اذا هي مضاف اليه. معرفة الاول وبعدين نكرة بتكون حال. زي ايه؟ اديني مثال. لما اقول رأيت الرجل مسرورا، الرجل هنا معرفة وبعدين راحت جالي كلمة بعده نكرة بتعرفني الرجل ده حاله ايه، مسرور. اذا مسرور ده حال، والرجل هتتعرب حسب موقعها في الجملة عادي جدا مفعول به. تمام، طيب نكرة وبعدين معرفة، زي ما اقول مثلا شاهدت رجال القرية. انا هسأل نفسي، طبعا رجال هتتعرب مفعول به عادي حسب موقعها في الجملة، الكلمة الاولى دائما بتتعرب حسب موقعها في الجملة، ولكن احنا الوقت بنتكلم على الكلمة التانية. القرية دي القرية معرفة قبلها نكرة، والمعرفة دي بتعرفني هم رجال ايه، هسأل نفسي رجال ايه، لقيتهم رجال القرية، اذا القرية دي مضاف اليه. والمضاف اليه دائما يا اولاد زمان قلت لكم مجرور، ما ينفعش اقول مضاف اليه منصوب، ولا ينفع اقول مضاف اليه مرفوع، ولا ينفع. المضاف اليه دائما يكون ايه مجرور. طبعا لازم ان انا اعمل ده في بقطعه، ااكد المعنى اللي انا قلته ده بقطعه، ولكن ان شاء الله لما اجيب قطعه نحو هلم فيها كل الحاجات دي واعرفكم ازاي بتجيبوا المضاف اليه. انتظروني حالا هاجي اعمل قطعه ورجعت لكم تاني بعد ما كتبنا القطعه على السبوره. القطعه دي ما تخيلوش عليها بقى هي من تاليفي، تالفتها كده بسرعه عشان ان انا اجيب فيها على قد ما اقدر اكتر من مضاف اليه، ما رضيتش اجيب قطعه يعني كبيره، جبتها بسيطه بحيث ان احنا نطلع فيها اكتر من مضاف اليه. القطعه بتقول زرت حديقه الحيوان مع اسرتي وشاهدت الحيوانات الاليفه والمفترسه، ولعبت مع ابناء اعمامي وشاهدت عمال النظافه ينظفون الحديقه، ورايت القرد يصعد فوق الشجره. القطعة دي فيها مضاف إليه، وجبت كمان تعمدت إن أنا أجيب فيها نعت بحيث إن أنا أعرف أفرق ما بين النعت والمضاف إليه. أول حاجة زرت حديقة الحيوان، كلمة الحيوان بصوا كده، طبعا أنا زرت فعل وفاعل، زار فعل مبني على السكون الاتصالي بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل. زرت زرت حديقة، حديقة ده مفعول به. طيب حديقة إيه؟ انا زرت حديقة ايه، حديقة الازهار ولا حديقة الحيوان ولا حديقة الطفل ولا زرت حديقة ايه؟ يبقى الكلمة ده اجت عشان تعرفني الكلمة النكرة الاولى، الكلمة النكرة دي ماهيش معرفة، فالكلمة دي عرفتني دي، اذا ده مضاف اليه. مضاف اليه ماله؟ شايفين انا حاطه لكم الكسره اهو، مضاف اليه مجرور وعلامه جره
الكسره. طيب مع، انا قلت لكم مع دي من الكلمات اللي لو اجى بعدها كلمه بتكون مضاف اليه. في ناس كتير قوي بتقول مع حرف جر واسرتي اسم مجرور، لا مع ده لما نكبر شويه هنعرف ان هو اسمه مفعول معه، مفعول معه تمام، منصوب وعلامه نصب والفتحه، ولكن اللي الكلمه اللي بتيجي بعده بتكون مضاف اليه. طب مضاف اليه ليه؟ مش هو لازم تكون معرفه؟ اه هي معرفه بالضمير، هي متصله هنا بضمير، اذا الضمير ده هو اللي معرفها، مش شرط تكون بالالف واللام لان هي معرفه بالضمير. يبقى زرت حديقة الحيوان مع أسرتي، أسرتي مضاف إليه. وشاهدت، شاهدت فعل برضو، فاعل شاهدت هنا ده فعل ماضي مبني على سكون الصريم بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. والحيوانات، وشاهدت الحيوانات، الحيوانات مفعول به ولكن مفعول به منصوب علامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث إيه سالم، وجمع المؤنث السالم بيتنصب بالإيه بالكسرة تمام. يبقى الحيوانات منصوب بالكسر، شاهدت الحيوانات الأليفة، الألفة بقى دي بصوا كده معرفة بالألف واللام، وقبلها كلمة الحيوانات معرفة بالألف واللام، والكلمة الأليفة بتصف الحيوانات، الحيوانات وصفهم ايه؟ ما ينفعش اقول على الألفة مضاف اليه، ليه يا ولاد ما ينفعش اقول على الألفة مضاف اليه؟ لأنها معرفة بالألف واللام، وكلمة الحيوانات معرفة بالألف واللام، إذا الكلمة الأليفة نعت وليست مضاف اليه نعت. طب والمفترسه ده نعت تاني؟ لا، الواو ده حرف عطف، والمفترسه اسم معطوف، اسم معطوف طبعا الكبار هيعرفوها اللي هم من اول سنه تاني اعدادي هيعرفوا يعني ايه اسم معطوف تمام. ولعبته، لعبته فعل برضه وفاعل معه، نفس الحكايه بتاعت معه مفعول معه لما نكبر ان شاء الله هنعرفها، ولكن الولاد بيقعدوا يقولوا يا مس ده هي حرف جر، لا طبعا حرف الجر 8 واحنا عارفينهم من الى عن على في والباء والكاف واللام، مفيش فيهم مع، مع مش من حرف جر، ده اسم مفعول معه. مع ايه؟ مع ابنائي، ابنائي ده مضاف اليه اول، مضاف اليه اول، هو في مضاف اليه اول وفي مضاف اليه تاني، ممكن ممكن يجي لي في الجمله اتنين مضاف اليه وتلاته مضاف اليه. مع، انا قلت هي اللي بيجي بعدها بيكون مضاف اليه، مع ابنائي اعمامي، هي ده بقى المضاف اليه اللي انا قلت لكم نكره، قلت لكم ممكن يجي نكره بس بعده هي كلمه معرفاه، الكلمه اللي بعده معرفاه، ما الكلمه اللي بعده ده مضاف اليه تاني، مضاف اليه تاني. ابناء مين؟ انا هسالك مع مين، هتقول لي مع ابناء، ابناء مين؟ ابناء اعمامي تمام. لو كنت قلت مع الابناء ما كنتش احتجت للمضاف اليه التاني، مع الابناء وخلاص، ولكن انا قلت مع ابنائي اعمامي، يبقى ده مضاف اليه اول ودي مضاف اليه تاني، دي معرفه باضافه الضمير برضو زي كلمه اسرتي بالظبط تمام. يبقى ده مضاف اليه اول، ده مضاف اليه تاني، ممكن يجي اتنين مضاف ورا بعض، اه وانا اتعمدت اجيبه عشان تعرفوا ان في اتنين مضاف اليه ورا بعض. وشاهدت عمال النظافه، اهي عمال من غير الف ولام، بعدها كلمة النظافة بالألف واللام، إذا كلمة النظافة إيه يا أولاد؟ مضاف إليه، لأن أنا هسأل نفسي وأقوم قايلة عمال إيه؟ عمال إيه؟ عمال النظافة، إذا النظافة مضاف إليه، مضاف إليه ماله؟ مجرور، كل المضاف إليه ده مجرور، ده مجرور بالكسرة لأنه طبعًا مفرد، وده مجرور بالكسرة إيه ده ده لا ده مش مضاف إليه أصلًا، ده منصوب بالكسرة لأنه اسم جمع مؤنث سالم مالناش دعوة، دي مجرور برضو بالكسرة لأنه جمع تكسير، يبقى المفرد وجمع التكسير بيجروا بالكسرة، ده مجرور بالكسرة أعمامي لأنها برضو جمع تكسير. النظافة مجرور بالكسرة لأنه مفرد تمام، يبقى مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، كل اللي هنا مجرور بالكسرة. ورأيته القردة، هنا ينظفون الحديقة، هل الحديقة هنا حد هيقول لي ما هي اسم نكرة اهو وبعده اسم معرفة، يبقى الحديقة ده مضاف إليه؟ لا طبعا ده مش اسم، ده فاعل، ينظفون فاعل والواو ده هو فاعل، يبقى الحديقة هي المفعول به، ينظفون ماذا ينظفون؟ هتبقى الحديقة دي مفعول به وليست مضاف إليه، ليه؟ لأن ده فعل، يبقى لازم الكلمة اللي تيجي قبل المضاف إليه تكون اسم، ما ينفعش تكون فعل، اوعوا تشوفوا فعل وبعدين تشوفوا بعده كلمة معرفة بالألف واللام تقولوا لي ده مضاف إليه لأن الكلمة اللي قبله نكرة، لا يا جماعة في فرق بين الفعل والاسم، لازم المضاف إليه يجي قبله اسم مش فعل. ورأيت القردة، طبعا رأيت ده برضو فعل وفاعل، والقردة مفعول به، يصعد فعل طبعا، ويصعد هيبقى الفعل بتاعه ضمير مستتر تقديره هو، فوق ظرف مكان، ظرف مكان، وانا قلت لكم لسه حالا اي كلمه تيجي بعد ظرف المكان بتكون ايه؟ مضاف اليه. يبقى الشجره هنا اعرابها يا اولاد مضاف اليه لانها كلمه معرفه قبلها ظرف مكان، اذا هي مضاف اليه. وبكده اكون انا عرفت اخرج ازاي المضاف اليه، ارجو اللي فهم بقى الدرس وفهم ازاي يطلع المضاف اليه لايك للفيديو واشتراك للقناه لو كنت لسه ما اشتركتش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.